اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم عدناكم بعود الموزاييك اللي طال انتظاره. طبعا هذا النقش العود عرضنا منه سابقا من قبل كم شهر، كان عود دودو. اليوم عرضناه بعود بدوزان فافا، ايضا بناسبه دودو زي ما عرضناه سابقا. ففي حال رغبتك بانه يكون عود دودو فقط تكتب في الملاحظات تحويل العود الى دودو. طيب خلينا نقول مواصفات العود اللي هي الوجه عندنا من السيدر. النقش هذا بالزخرفه اللي حاضره معنا من الموزاييك طبعا واضحه جدا في اطار العود وفي وجه العود. الشمسية عندنا كذلك وقمريات في زخرفة واضحة. في عندنا في الزند نقش واضح هو من خشب الوينجي والمزيك، تمام. الظهر عندنا منوع طبعا المزيك، هذا المعنى انه اخشاب الورد حاضر بقوة معنا هون. الصدف الابيض كمان حاضر معنا، وكذلك خشب الجوز وخشب الوينجي بكل الجهات. راح نركز عليه بالتصوير ان شاء الله بعد قليل. كذلك الزند والبنجوخ زي ما احنا ملاحظين. المزيك حاضر معنا فيه. المفاتيح من ابانوس درجة أولى. الزند عياري من هنا بنقدر نتحكم بالدوسة اللي هو من خلال الشد والرخي، نقرب ونبعد المسافة بينها وبين الزند بكل سلاسة. الأوتار عندنا من الكروشنو دوزان فافا. قياسات العود العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. نسمع العود ونختبر مختلف المساحات الصوتية إن شاء الله مثل ما تعودنا. نبدأ. Thank you.
إلى أن نكون وصلنا لختام عرض هذا العود، نيجي للاختبار الأخير، العزف على فينجربورد كان. تمنياتي بالتوفيق وألقاكم على خير.